هذه القصيدة مقدمة من الأخ أبو عسكر الشمري إلى أخيه سامي عسكري أبو غليص المسجون في سن جيزان، نسأل الله له الفرج العاجل. حسين العضال يا القبوة يبقى شي ثقيل في فواد والغياب يجرح الأخ ليل الفرج بذن جاك من رب الجليل وانت بس اصبر عساك دعم بخير من حرف الشمري حاجز قطع الجزل من ابو عسكر سلام وتحيا صبح ليل توصلك يا محزمي الخوي لك يا ابو غليص والله ومن قلبي هدد السجن لطال يا الكفو يبقى شي ثقيل في فؤادي والغياب يجرح الاخ وخليل الخلق باذن الله يجيك من رب الجليل وانت بس اصبر عساك دايم بخير وعافيت صحتك يا ابو الرجال ما تشوف الهم واحزانك ان شاء الله تشال اشهد انك قرم وافي ولا مثلك لقيت دنا واخلاق وسنافي وتتميز بصيت اسال الله وارفع يدينا الفرد الجليل يخرجك مثل وعلى أله وصحبه عدد در الرمال من حرف الشمري هاجس قطع الجزل من أبو عسكر سلام وتحيا صبح ليل توصلك يا محزمي الخوي مالك مثيل لك يا أبو غليص والله ومن قلبي هدد السجن لطال ويبقى شي ثقيل في فؤادي والغياب يجرح الأخ وخليل الخرج بإذن الله يجيك من رب الجليل وانت بس اصبر عساك دايم بخير وعافيت جارت أيام الزمان حالة يتغير بحال وقتنا ضيق ولا بدل جعلك بخير وفي صحتك يا ابو الرجال ما تشوف الهم واحزانك ان شاء الله تشال اشهد انك قرم وافي ولا مثلك لقيت دنا واخلاق وسنافي وتتميز بصيت اسال الله وارفع يدينا الفرد الجليل يخرجك مثل وعلى أله وصحبه عدد حصريا على قناة عدنان الرازحي للإنتاج الفني.